كيف نجهر وهنالك تبعات هذه هي النقطه التي قد يتوقف عندها البعض الجواب اولا هذا السؤال يوجه الى القران الكريم القرآن الكريم الذي يقول: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. القرآن الذي يتحدث في سورة البقرة وفي سور أخرى عن مظالم اليهود، عن مواقف اليهود، عن مظالم المشركين، هذا الموقف القراني لا تترتب عليه تبعات افضل ان نلغي هذه الايات لان يمكن تترتب عليها تبعات لماذا نثير اليهود عندما تقرأ إلى اليهود لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود هاي مو إثارة لليهود فلنلغي من الإذاعات هذه الآية المصاحف الجديدة اللي نطبعها خل نلغي هذه الآية وكل الآيات التي تتعلق باليهود والتي تتعلق بالمشركين ثانيا هذا السؤال يوجه إلى أهل البيت صلوات الله عليه أمير المؤمنين صلوات الله عليه في خطبته الشقشقية الموجودة في نهج البلاغة كيف يبدي ظلامته هذا الإبداء ما إلى التبعات أما والله لقد تقمصها فلان وإنه ليعلم أن محلي منها محل القطب من الرحى، ويقول في مقطع آخر: فصيرها في حوزة خشناء، ويقول في مقطع آخر: إلى أن قام ثالث القوم نافجا حضنيه بين نثيله ومعتلفه وقام معه بنو ابيه يخضمون مال الله خضمه الابل او خضمه الابل نبته الربيع فلنشطب على كل هذه الخطب وكل هذه الروايات وثالثا إذا يوجد هنالك خط ضلال وخط انحراف، أنتم ما كشفتوا هذا الخط، فكيف تحفظون الحاجز النفسي والروحي للأجيال الصاعدة؟ إذا أكو طفل في المحل طفل شرير إذا ما قلت لولدكم هذا الطفل شرير في المحل هذا الطفل فاسد مفسد طفلكم يروح يصادق وياه وإذا به ينجر إلى خط الفساد والإفساد لازم تحصنون ابنكم تجاه ذلك الطفل الفاسد اذا يوجد هنالك خط ضلال وخط انحراف ونحن تكتمنا على الحقائق واخفينا هذه الحقائق كيف ينشا هذا الجيل الجديد ينشا جيل مائع لا يعرف هنالك حدا بين الحق والباطل